بسم الله الرحمن الرحيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الآية تقول إن الشيء الذي عند الإنسان ينفد وينتهي. الحياة الدنيا كلها تنتهي وما عند الله باق. الشيء الذي عند الله سبحانه وتعالى هذا باق إلى الأبد. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الصابر يعطى أجره بأحسن كيفية. هذا المعنى الإجمالي للآية وهو معنى ظاهر. مبحثنا اليوم يحتاج إلى بيان مقدمات مرتبطة بالآية، ثم نأتي أخيرا بعد المقدمات إلى النتيجة. المقدمة الأولى أن الله خلق هذا الكون بحيث كل أسوأ وأخس يفدى للأفضل. مثلا الأرض أخس من النبات، الأرض تفدى للنبات، ولذا ترى أن النبات يأخذ من الأرض ويشق الأرض ويأخذ النبات من الماء ومن الهواء ومن الشمس ومما لا روح له وينمي نفسه. والغريب في الأمر أن الصخرة الصماء التي إذا أردت كسرها، يعني الصخور، يجب عليك أن تستعمل الديناميت أو الفؤوس الحادة، أن النبات اللين الضعيف يشقه ويخرج منه. الذين رأوا الجبال ونبات الجبال يرون هذا الشيء ورأوا هذا الشيء. من كسر هذه الصخرة الصماء الهائلة في الصلابة؟ هذا النبات الضعيف. لأن سنة الحياة التي جعلها الله سبحانه وتعالى أن الأخس يفتح الطريق أمام الأفضل، سنة الحياة. النبات أفضل من الأرض، فالأرض تفدي نفسها للنبات. الماء أخس من النبات، الضوء أخس من النبات، الهواء أخس من النبات، كلها تفدي نفسها للنبات. النبات أفضل لأن فيه روحا نباتية نامية. هذا شيء. النبات يفدي نفسه للحيوان. حيوان، كثير من الحيوانات تأكل العشب والنبات. مثلا الأرنب يأكل العشب والنبات، الخروف يأكل العشب والنبات، الخيل والبغال والحمير والأبعار تأكل النبات، الزرافة تأكل النبات، الصخلة تأكل النبات،
وكثير من الحيوانات الأخرى وحتى النملة والجرادة يأكلان النبات، وحتى السمك يأكل النبات، لكن النبات الموجود في البحر، لأن في البحر أيضا نباتا. فالأخس وهو النبات فدى روحه وجسمه للأفضل الذي هو الحيوان، لأن الحيوان يشتمل على الروح النباتية والروح الحيوانية، فهو أفضل من النبات. الحيوان يفدى للإنسان، يعني أن الإنسان يأكل الحيوان، يأكل أسماك، يأكل الطيور، يأكل الحيوانات السائمة وما أشبه. لماذا؟ لأن الإنسان أفضل من الحيوان، وهذا أسلوب شرعي وتكويني، يعني شرعا هذا الشيء يجوز وتكوينا هذا شيء طبيعي. حتى الذين هم في إفريقيا ولا يعرفون من الإسلام ومن الدين ومن الإله شيئا، حتى هؤلاء يصطادون الحيوانات ويأكلونها، وحتى الحيوانات التي لا تشترع ولا تدخل تحت التشريع تأكل النباتات، وحتى النباتات التي لا تدخل تحت التشريع تأخذ من الأرض وتشق الأرض وتبدل الأرض إلى نفسها. فكل أخس يصرف نفسه للأرفع والأفضل. نأتي إلى الإنسان، الإنسان بماذا يفدي نفسه؟ يعني هذا الإنسان الأفضل الذي أخذ خلاصة الكون وعصارة الكون، أخذ من الشمس والقمر والماء والنبات والحيوان والثمر وكل شيء، بماذا يفدي نفسه؟ هذا نأتي إلى المقدمة الثانية، بماذا يأتي الإنسان نفسه؟ العلماء يقولون، علماء النفس، ومكررا أنا أكدت على الأصدقاء أن يطالعوا كتب علم النفس، لأن كتب علم النفس توسع آفاق الفكر الإنساني. وكثيرا ما أنت 50 سنة لا تعرف نفسك، وإذا قرأت كتاب علم النفس تعرف شيئا من نفسك. العلماء يقولون معرفة النفس محالة، قدماء وحاليين كلهم متفقون، دينيين وغير دينيين. الدينيون يقولون معنى من عرف نفسه فقد عرف ربه، من معانيه أنه كما لا تعرف الله بكنه لا تعرف نفسك بكنه، وله أيضا برهان فلسفي لسنا الآن بصدده. لكن كتب علم النفس توسع آفاق الإنسان بالقدر الممكن وبالقدر الذي وصل إليه العلم. المقدمة الثانية حول أن الإنسان بماذا يفدي نفسه. الإنسان في داخلك وداخلي، علماء النفس يقولون 3 طاقات موجودة، 3 أشخاص موجودون، 3 جهات تشتغل، هو أنا الأفضل. 3 في داخلك وداخلي موجودون، 1 اسمه هو يسميه العلم، وواحد يسميه العلم أنا، وواحد يسميه العلم أنا الأفضل. شنو يعني؟ نمثل من باب المثال، أولا نمثل بهو وأنا، ثم نمثل بأنا وأنا الأفضل. أما المثال الأول بين هو وأنا، في الليل أنت تريد النوم، وفي الصباح عندك درس ويجب أن تذهب إلى درسك، أو عندك موعد في المطار تستقبل إنسان، أو أنك تاجر تريد الذهاب إلى المتجر، أو تريد السفر في وقت يجب عليك أن تقوم في 4 من الصباح.
في ساعة الواحدة جئت وأنت تعبان تريد النوم، فتهاويت على الفراش وأردت النوم. أنا يريد النوم، بمجرد أن أنا يريد النوم وهو تعبان جسما وعنده عمل ضروري غدا يضره أن سهر واليقظة، وإذا فرد هو يأتي في داخلك، يجي تفكير التجارة في رأسك، يجي بتفكير الدراسة إلى رأسك، يأتي بتفكير العداوة إلى رأسك، وإذا كذا وكذا وكذا. أنا يقول له: يا هذا دعني أنام، صباحا عندي عمل، لا أتمكن من السهر. لكن هو يتركك أبدا، مثل المكين والسيل والبرق يتكلم وياك في داخلك، وكلما حاولت التخلص منه لا تتمكن. من هذان؟ أحدهما يقول: اتركني أريد النوم، يضرني السهر ويضر مصلحتي ويضر جسمي. والآخر يصر على تكلمه، وأحيانا في الساعة 11 ليلا أنت نمت وتمددت في الفراش، وفي الساعة 2 أخذك النوم. يعني 3 أنت متمدد في الفراش ومتقلب. وهذا هو الذي يزاحم أنا الذي في داخلك. كل إنسان جرب هذا الشيء. فهما 2 مو واحد، مو معقول أن يكون واحدا، هو وأنا. هذا مثال، أمثلة كثيرة أكو في داخل كل إنسان، وجربه كل إنسان بين هو وأنا. أما شنو هذول؟ من أدري واقع؟ مو إحنا من أدري، العلم لا يدري شنو هذول. بعد ذلك نأتي إلى أنا، وأنا الأفضل أيضا شيئان في داخلك غير هو. إلا أنا الأفضل يعني شنو؟ إلا أنا الأفضل، نحن الآن ندرس دراسة كمثال، دراسة طبيعية، نقرأ المعالم وشرح اللمعة والكفاية والرسالة وغيرها. هذا هو الطريق المستقيم الذي نسير عليه. وإذا في داخلنا إنسان آخر يقول لك: يجب عليك أن تسير أفضل من هذا، أنت تسير، لكن في داخلك فرد واحد آخر يحثك على السير الأفضل. التاجر نفس الشيء، عنده تجارة، وإذا استشرت تاجرا أو كاسبا أو موظفا أو عالما أو خطيبا أو أي لون من ألوان الإنسان، ترى أنه يقول: أنا طريقي هذا وطريقي صحيح وحسن، لكن أنا أرغب وأتمنى شيء أفضل. هذا من؟ لأن 2 إذا كان واحد يروح ذاك الصوب فقط، وإذا واحد يجي هذا الصوب فقط، لكن واحد يمشي هذا الصوب وواحد يريد يجرى إلى ذاك الصوب. 2 لنفرض أنه إنسانان، أحدهما يجرك من هنا والثاني بأسرع يجرك إلى هناك، وأنت أحيانا تستجيب إلى أنا وأحيانا تستجيب إلى أنا الأفضل. يعني أحيانا فرد خطيب يسير سيرا عاديا ويسير ويسير، وأحيانا خطيب يسير سيرا أن يكون خطيبا أفضل، عالما كذلك، تاجرا كذلك. يعني أن الفرق بين هذا التاجر الذي تراه صاحب 50 مليون وهذا البقال الذي على رأس الشارع، أن هذا البقال استجاب لأنا، والتاجر الذي يملك 50 مليون استجاب لأنا الأفضل. وهذان الخطيبان اللذين تجدهما كفاءتهما واحدة، يعني الذكاء، الطاقة الفكرية، المناخ العلمي، كل على سبيل واحد، لكن أحدهما طلع خطيب درجة أولى والثاني طلع خطيب درجة رابعة وثالثة. تنازع 2 في داخله: أنا وأنا الأفضل، مع العلم أن كلا
الطريقين صحيح، لكن تنازع الاثنان في داخله، احدهما جره الى انا والاخر جره الى انا الافضل. الخطيب الابرع استجاب لانا الافضل، والخطيب العادي استجاب لانا العادي، لانا هذا هو. إذن المقدمة الثانية والنوجز بطبيعة الحال، وإلا لهذه الأمور أمثلة كثيرة في علم النفس من الأمثلة الواقعية الملموسة، يعني مو أشياء معقولة. إذن في داخل الإنسان حسب المقدمة الثانية ثلاث أشياء وطاقات تتحكم: طاقة هو، وطاقة أنا، وطاقة أنا الأفضل. أما هذه الطاقات أيها الإنسان مو معلوم، هم خلاف أكو بين العلماء، علماء النفس، أن المجموع يكونون إنسان. يعني لما تقول أنا أذهب إلى دار زيد، أنا مديون، أنا عالم، أنا أعمل كذا، عن لسان من تتكلم أنت؟ عن لسان هو تتكلم؟ عن لسان أنا تتكلم؟ عن لسان أنا الأفضل تتكلم؟ عن لسان المجموع تتكلم؟ هذا أيضا خلاف في علم النفس، وما علينا بهذا الخلاف. إذن المقدمة الثانية أن في داخل كل إنسان تتحكم وتتنازع ثلاث قوى وطاقات: طاقة هو، طاقة أنا، طاقة أنا الأفضل. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة حسب التصنيف العقلي وما أيدته الآيات والروايات، أكو الناس على أربعة أقسام: الخاسر والأخسر والرابح والأربح. حسب التصنيف العقلي هذا شيء موجود. يعني شنو؟ عندك 100 دينار ودخلت السوق، خسرت كل 100، شنو أنت؟ خاسر. خسرت كل 100 وسجنت فوق ذلك 6 أشهر لأنك عملت معاملة اختلاسية ب100 دنانيرك، فالحكومة صادرت أموالك وجزاك على اختلاسك ب6 أشهر من السجن. شنو صار هذا؟ هذا صار الأخسر. إذا خسرت 100 دينار ونفضت عباءتك ورجعت إلى الدار فأنت خاسر. وإذا خسرت 100 دينار وسجنت 6 أشهر فوق ذلك فأنت الأخسر. والأخسر له مراتب: أخسر خسر 100 دينار ودينار فوقه، خسر دينارا فقط، خسر 10 دنانير فقط، خسر 100 دينار و6 شهور سجن فقط، سنة سجن فقط، 10 سنوات سجن. الخاسر له أمثلة والأخسر له أمثلة، حدود. وعلى قول الحج السبزواري في منظومته يقول: كون المراتب في الاشتداد أنواعا استنار للمراد، لأنه على قول الحكماء القدامى والجدد يقولون هذه الطاقات لا يتناهى في ناحية الكثرة والقلة، في مبحث فلسفي نفسي لا علينا به. عندنا الخاسر خسر 100 دينار، وعندنا الأخسر خسر 100 دينار وعلى 6 شهور سجن، وعندنا الرابح دخلت في السوق ولك 100 دينار وربحت 100 فوقه. شنو أنت؟ أنت الرابح. ربحت 500 دينار فوقه، شنو أنت؟ أنت الأربح. وكذلك الرابح والأربح له مراتب: ربحت دينارا رابح، ربحت 10 فلوس رابح، ربحت 100 دينار رابح. لنفرض إلى 500 دينار كله يسمى رابح، ومن 500 دينار لفوق نسميه أربح. هذا له مبحث أيضا: شنو الميزان في الخاسر والأخسر والرابح والأربح؟ له أيضا مبحث فلسفي ونفسي لا علينا به الآن. لنفرض من فوق 500 دينار إذا ربحت تسمى بالأربح، فأنت أربحت
500 دينار، أربحت 600 دينار، أربحت 700 دينار، وعلى هذا المعدل في المراتب. المقدمة الثالثة إذن ماذا كانت؟ أن الإنسان خاسر وأخسر ورابح وأربح. وقلنا الميزان العقلي والتصنيف الخارجي له. في الآيات القرآنية أيضا تؤيد هذا الشيء. أحيانا يسمي إنسانا خاسرا، مثلا يقول أولئك هم الخاسرون، مثلا يقول في آية أخرى الذين خسر أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أحيانا يسمي القرآن خاسر، وأحيانا يسمي القرآن إنسان أخسر، الأخسرين أعمالا يسميها أخسر، وأحيانا يسميه رابح القرآن، إنسانا يسميه رابحا، يقول إنما يتقبل الله من المتقين، قبول يعني ربح. أحيانا يسميه القرآن أربح. شو يقول هالآية اللي تلوناها في أول المبحث؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سماه أحسن. هالمراتب الأربعة القرآن أيضا يجري على منوالها. وفي كلمة للسيدة زينب صلوات الله عليها، اللهم تقبل هذا القربان بأحسن القبول، قبول وأحسن القبول، مو قبول، أحسن القبول. هذه هي المقدمة الثالثة. هالمقدمات الثلاث ترتبط بنا نحن، ارتباطها بمبحثنا أننا عندنا الطاقات الموجودة في داخلنا. هذه الطاقات الموجودة في داخلنا قسم من الناس أخسر. يعني شنو؟ يعني أنه يجعل من طاقاته جصا وطابوقا وحديدا وسمنتا وخشبا، ليل نهار ركض في السوق حصل على 1,000,000 دينار، هذا 1,000,000 دينار بنى به دارا. شنو صارت طاقته؟ الطاقات صارت حديدة، طاقات إنسانية بدلت إلى حديد، إلى خشب، إلى سمنت، إلى ما أشبه. هذا قسم بدل طاقاته خسارة. قسم من الناس لا، يبدل طاقاته بالأخسر. هذه الطاقات يصرفها في الزنا، في اللواط، في شرب الخمر، في ما أشبه. هذا شنو صار؟ بدل طاقاته إلى أخسر، يعني أخذ الدينار وصنعه نجاسة. الإنسان الأول أخذ الدينار وصنعه حديدا، هذا هو. فقسم خاسر هذه الطاقات التي كانت سبب الارتفاع، بدل الإنسان حديدا، أو أنه صرف المال اشترى أشجار. شنو صار هذا؟ هذا بدل طاقته الإنسانية إلى نبات، يعني إلى الأسوأ. بدل القسم الأول يبدل طاقاته إلى شنو؟ إلى أرض، لأن حديد وسمنت أرض. القسم الثاني بدل طاقاته إلى شنو؟ إلى نبات أشجار. القسم الثالث بدل طاقاته شنو؟ اشترى الخيل والبغال والحمير. يعني الطاقات الإنسانية التي تفدى لها الأرض والنبات والحيوان لأنها أرفع، بدلت إلى الأخس، إلى الأرض بدلت، إلى النبات بدلت، إلى الحيوان بدلت. إذن كلها خسارة، فيهم الأخسر وفيهم الخاسر، لأن الخاسر فدى مثلا من بدل طاقته إلى أرض، هذا أخسر ممن بدل طاقته إلى نبات، ومن بدل طاقته إلى أشجار أخسر ممن بدل طاقته إلى حيوان، أخسر طبيعي. وأما الشخص الذي يبدل طاقته إلى الزنا وقمار، هذا أخسرين كله، بالأخسرين أعمالا. نأتي نفعا عن هؤلاء، فلماذا نصرف طاقاتنا؟ احنا عندنا طاقات،
الطاقات أحيانا نصرفها ونصرفها إلى أنا. قلنا في المقدمة الثانية هو وأنا والإنسان الأفضل وأنا الأفضل. أحيانا نصرف الطاقات إلى ماذا؟ إلى أنا، يعني أنني إنسان عادي لم أربح ولم أخسر، هذا هو. أخذت الطاقات وصرفته مو في الأسوأ، في أنا صرفته، أكلته وشربته وصليته وصمته وسافرته وتزوجته، كله زين، عمل عادية مثل عمل هذا البقال، صرفته في أنا. قد يكون نصرف طاقاتنا في الأفضل، أنا الأفضل الذي قلنا، الآية تشير إلى هذا الشيء. ما عندكم ينفد، يقول كلما صرفت أنت هذا ينفد. الشيء الذي يبقى ما عند الله، ثم الذي يبقى عند الله أيضا عنده أحسن شكلان عند الله يبقى. أنت إذا كنت كاسبا وتاجرا ومصليا وصائما وغير مستغيب لأحد، وضعت نفسك عند الله، هذا صحيح. ما عندكم ينفد الآية، ويقول وما عند الله باق. بعدين الله يقول إذا كنتم تحبون أن تكونوا أحسن. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا أنت تودع طاقاتك عند الله، فضع طاقاتك بأحسن مما كانوا يعملون. بهذه الكيفية ضع طاقاتك، ولا تضع طاقاتك بغير هذه الكيفية، لأنك إن وضعت طاقاتك بغير هذه الكيفية معنى أنك كان بإمكانك إنسان أنا، وكان بإمكانك إنسان أفضل، ولم تصرف طاقاتك في أنا الأفضل، وإنما صرفت طاقاتك في أنا. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. في القرآن أكو مكان بأحسن وهنا بأحسن، والسبب السبب الأدبي، وهو أنه هنا بأحسن لأنه أضيف، أي المنصرف إذا أضيف يجر، مثل مررت بأحمدكم، وذاك المكان اللي بأحسن هناك مو مضاف، ولذا صار بأحسن. بهذه المقدمات الثلاث، مقدمة أن أسلوب الحياة صرف الأخس روحه وفداء الأخس روحه للأفضل كما مثلنا. المقدمة الثانية أن في داخل كل إنسان تتحكم قوى ثلاثة، هو وأنا وأنا الأفضل كما يقول علماء النفس وعلم النفس. والمقدمة الثالثة الطبيعية والقرآنية، أن الإنسان أخسر وخاسر والرابح وأربح. إذا تحققت هذه المقدمات الثلاث حسب ما فصلناها تفصيلا إجماليا، فنقول أفضل ما نصرف نحن أنفسنا فيه شنو؟ الواقع أفضل ما نصرف نحن أنفسنا فيه إقامة حكم الله في الأرض، هذا هو الذي الله يقول ولنجزين الذين صبروا. لماذا جاب صبروا؟ لأن هذا الشيء يحتاج إلى الصبر. ما أقول أن الآية تقصد هذا الشيء، لا، أقول لماذا الله جاء بالصبر من بين الصفات وسماه بأحسن. لأن في الحقيقة الإنسان إذا أراد تطبيق حكم الله في الأرض، هذا يحتاج إلى عمودين كلشهما مهمان وكلاهما صعبان. العمود الأول التواضع والصبر، الحق يحتاج إلى تواضع،
يعني ترى الحق وتتواضع له. في آية قرآنية الله تعالى يقول وأن لا تعلوا في سورة دخان أظن النبي قال لقومه وأن لا تعلوا على الله. إنسان يعلو على الله صح، يعلو على الله يعني يتكبر على الحق. هس لا تقل الشخص الذي لا يصلي هذا يتكبر على الحق، والشخص الذي يزني يتكبر على الحق، والإنسان الذي لا يعمل أيضا يتكبر على الحق. لأنه دائما نحن نريد أن نبرئ ساحاتنا ونقول أن هذه الأشياء للفسق، الفجر، العصاة، الزناة، المرابين وما أشبه. لا، الحقيقة كل منهج للحق إذا الإنسان ما قبله عمليا يعني اعتلى عليه وتكبر عليه، وهذا الشيء في الحقيقة شيء مشكل. أن الإنسان يصبر على الحق يعني أنه فرد مرة أظن ذكرنا لكم فرد قصة، ولو بنانا اليوم ما نذكر قصص وإنما نذكر موضوع فقط. علي بن جعفر هذا ابن الإمام موسى بن جعفر، هذا ابن الإمام موسى بن جعفر، أخو الإمام موسى بن جعفر وابن الإمام جعفر الصادق. أبوه عالم وإمام، أخوه عالم وإمام، وابن أخيه وهو الإمام الرضا عالم وإمام، وحفيد أخيه وهو الإمام الجواد الذي انتقل إليه الحكم وعمره 5 سنوات أيضا عالم وإمام. هذا منه علي بن جعفر إنسان لحيته بيضاء وعمره 90 سنة أو 80 سنة ما أدري بالضبط، لكن كبير السن جدا. هذا كان من الفقهاء الكبار، أخذ عن أبيه الصادق وأخيه الكاظم وابن أخيه الرضا، وهو فرد آية الله مشهور عند الشيعة. لكن كان يأتي ويقف أمام الإمام الجواد بكل تواضع، ويجلس أمامه والإمام الجواد صبي صغير وهذا شيخ كبير وله لحية بيضاء. قسم من الناس قالوا له يا هذا يا علي بن جعفر لا ينبغي من مثلك، وأنت عم أبيه وابن إمام وحفيد إمام وأخ إمام وعم إمام وفقيه، أن تأخذ من هذا الطفل؟ كان يقول لهم ماذا أصنع وإن الله سبحانه وتعالى أعطى لهذا الطفل القابلية ولم يعط لهذه اللحية البيضاء قابلية، ماذا أصنع؟ وعلي بن جعفر ببركة تواضعه من الشخصيات الإسلامية الشيعية العالمية، قبره في قوم قبر مشهور المزار، ورواياته في كل كتب فقه هنا منتشر. الشاهد أنه التضحية للحق. شنو معنى التضحية للحق؟ التضحية للحق معناه أولا أنك تكون متواضعا للحق. رأيت الحق في الدراسة؟ الدراسة. رأيت الحق في المنبر؟ المنبر. رأيت الحق في التأليف؟ التأليف. رأيت الحق في الهداية؟ الهداية. رأيت الحق أن تذهب إلى الشارع. أظن سيد محمد رضا من يصير منكم؟ سيد رضا القزويني كبير جد السيد، هذا يقولون في كربلاء المقدسة ذات مرة سمع بأنه قسم من الفسقة في مقهى في ميدان يلعبون القمار، وذاك اليوم أغني ماكو قبل 70 سنة، وهو عالم مرجع إمام جماعة صاحب عشيرة، قال الواجب أن أبلغ هؤلاء، أما نبلغ في صحن العباس وفي صحن الحسين هذا شأن كل إنسان. قالوا له تهتك؟ قال أهتك في سبيل الإسلام لا بأس به. فذهب إلى المقهى في الميدان ونصحهم ووعظهم وزجرهم وهداهم وأرشدهم، يعني تواضع للحق. الشيء الأول في التضحية وهذا شيء مشكل، التواضع للحق والصبر عليه، هاي تضحية. لأن التضحية مو معنى أنك تذهب إلى ميدان القتال فتقتل، هذا تضحية أيضا، لكن من التضحية أنك في ليل كل الناس نائمون تسهر وتطالع، هذا تضحية أيضا. والتضحية أنك ومستواك أرفع تنزل إلى المستوى الأنزل
فتهدي وترشد وتنصح، هذا نوع من التضحية أيضا، لأن التضحية ليس معناها أن يقتل الإنسان في سبيل الله فقط، هو نوع. أبو ذر الغفاري ضحى، قسم من الناس يقولون ويستشكلون، يقولون إذا كان التكليف أن الإنسان يموت جوعا كما مات جوعا أبو ذر، فلماذا أمير المؤمنين لم يحرك ساقنا وإنما بقرقه إلى المكان الفلاني؟ الجواب أن تضحية أبي ذر أن يقتل، أما تضحية الإمام أمير المؤمنين أن يبقي على نفسه حتى يقوم الإعوجاج في قصة صفين والجمل والنهروان. ففرق بين تضحية علي وتضحية أبي ذر، كلاهما ضحى. فرق بين تضحية الجندي وتضحية القائد، هل يصح للقائد أن نقول له اترك غرفة العمليات وادخل ساحة الميدان؟ فمن يدير غرفة العمليات الحربية؟ تضحية القائد أن يجلس في غرفة العمليات يخطط سليما، ينظر سليما، يسهر، يتعب نفسه ويوجه الجيش. وتضحية الجندي أن يذهب إلى ساحة الميدان ويقتل. هذا هو. حتى أن القائد إذا دخل ساحة الميدان هذا غلط منه، وحتى إذا الجندي جاء إلى غرفة العمليات هذا غلط منه، وإنما تضحية كل إنسان بحسب مرتبته وبحسب مقامه وبحسب ما كان. هنا بين قوسين أقول فرد كلمة، أرجع إلى الموضوع الثاني بالنسبة إلى التضحية والتفدية للحق، أكون فرد إشكال، وهو أن أبا ذر قلت بين قوسين ما مو مربوط بمبحثنا أبدا، كما أن أصل الموضوع محول أبي ذر ما كان مربوط بمبحثنا أبدا. إشكال على أن أبا ذر كان في الربزة، والربزة الذين ذهبوا إليها قريبة من المدينة، لماذا هذا الرجل مات جوعا والإمام أمير المؤمنين في المدينة والكل متفقون على أنه مات جوعا؟ لماذا مات جوعا؟ لماذا الإمام لم يبعث له بالتمر بالدهن بالخبز حتى أقلا لا يموت جوعا؟ الجواب أن الإمام ما كان يملك فلسا واحدا يبعث به إليه، لأن الإمام كان مطوق ومحاصر ومحتجز ومنفي من قبل عثمان مدة، لأن عثمان نفى الإمام مرتين، نفى الإمام أمير المؤمنين مرتين، هذا ما تسجله التاريخ أنه نفاه مرتين، أما لعله نفاه أكثر. الإمام ما كان يملك، لنفرض فرد مرجع تقليد لا يملك درهما ولا دينارا، ماذا يصنع؟ كما أن أولاد الإمام موسى بن جعفر كانوا يستظلون بالشمس في النهار للدفء، ما كانوا يملكون حتى الثوب للصلاة، إذا إنسان لا يملك ماذا يصنع؟ كلامنا في أنه أفضل شيء نصرف أنفسنا له تطبيق حكم الله في الأرض. التطبيق لحكم الله في الأرض يحتاج إلى شيئين، الشيء الأول التضحية بمعناها كما ذكرنا معناها، الشيء الثاني الفهم الواسع. الحقيقة من مشكلتنا نحن الشيعة بصورة خاصة والمسلمين بصورة عامة فهمنا غير واسع، لا فهمنا للحياة الحاضرة واسع، ولا فهمنا للحياة الغابرة، ولا فهمنا للحياة المستقبلة. الفهم يعني أن تفهم ما أنت فيه، وأن تفهم من قبلك، وأن تفهم ما بعدك. الآن أكو في الغرب مدارس، هذه المدارس تسمى بالمدارس المستقبلية، يعني ينظرون هذه المدارس حسب الموازين بعد 100 سنة ماذا يكون، في سنة 2000 ماذا يكون، فيخططون الآن لعلاجه. هذا شيء طبيعي ومعقول، زوجتي حامل وبعد 15 أشهر تلد، ماذا يجب أن أصنع أنا؟ يجب أن أوفر كمية من المال لحفظ الولد، للولادة في مستشفى الولادة مثلا، للدفء، للمثلا كذا، نظرية مستقبلية. لكن أنا نظريتي المستقبلية التي مثلناها
في أطار الزوجة والأولاد والدار الذي نجمع المال لأجل بنائها ولأجل مثلا أفرض الزواج الذي نترقب الزواج أو ما أشبه، أو نحفظ الأشعار لأجل محرم مثلا أو الخطب وما أشبه. في الغرب الآن أكو مدارس مستقبلية تنظر إلى 1000 سنة، ولهذا يتحكمون أي مستقبل يتحكمون عليها. المشكلة الثانية التي نحن بحاجة إلى حلها في سبيل التضحية أن نفهم الحياة المعاصرة ونفهم الحياة الغابرة. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال لولده الحسن كلمة، مضمون الكلمة جدا كلمة رائعة. الإمام قال انظر إلى ما سبق، ما يأتي مثل ما سبق، وإنما الصيغ متغيرة. كلمتي هذه إنما الصيغ متغيرة، الصيغ متغيرة. يعني الآن لاحظ أنت وجرب، ما أقول لاحظ، الله يحفظ الشيخ عبد الزهر أحيانا كان فوق المنبر يجرب تجارب عملية حتى يري الشباب والآباء ما يقوله صدقا. ذات مرة كنا في بيت، وهذه القصة أيضا خارج قوس، أريد أن أبين التجربة. ذات مرة وكان في كربلاء، قال في الحقيقة نحن نعرف عن الأمويين أكثر مما نعرف عن الأئمة الطاهرين شبابنا، وشباب كانوا بكثر قاعدين، أنا كنت من جملة أيضا قاعد، وجماعة من الآباء كانوا قاعدين. قال أنا أجرب وليد بن من، قالوا لأن قارين في المدارس، يزيد بن من، قالوا هشام بن من، قالوا هارون بن من، قالوا ما أدري خالد بن من، قالوا. بعدين توجه إليهم قال موسى الكاظم بن من، كلهم سكت. توجه إليهم الإمام الرضا بن من، كلهم سكت. الإمام الجواد بن من، كلهم سكت. جعفر بن من، كلهم سكتوا. قال شفتوا أيها الأباء، أولادكم يعرفون عن العباسيين والأمويين والمعادين لأهل البيت ولرسول الله أكثر مما يعرفون عن أئمتهم وهم في كربلاء. جرب هذا الشيء، وأنا جربته في الحقيقة، جرب هذا الشيء في مجتمع هناك 100 أو 1000 من طلبة العلوم الدينية الذين هم قادة. قل لهم كم حكومات شيعية قامت في العالم؟ أنا أعطيك جواب أنه 99% منهم أصلا لا يعرفون أن حكومة شيعية قامت. أو إذا عدوا لك حكومة الصفويين اللي في ذهنهم وفرض حكومة ثانية مثلا. أما إذا قلت لهم حكومة مختار كانت حكومة شيعية قامت، لأن مختار كان شيعة، والتهجمات على مختار كلها لأجل أنه حارب الأمويين، وحتى قسم من الأفاضل وقعوا في هذا الغلط وظنوا أنه هذا مثلا كان كيسانيا أو يدعو إلى محمد بن الحنفية وما أشبه، من عدم المطالعة في الحقيقة، وإنما سمع شيئا من أعداء مختار فظنه صحيحا في الطبري أو غير الطبري. مختار حكومة شيعية قامت، يجب أن تعرف كيف هذا الرجل الواحد تمكن أن يقيم ثورة ضد الدولة بحجم أمريكا، لأن دولة الأمويين ذاك اليوم بحجم أمريكا، ومختار واحد في مدينة واحدة، مختار واحد ما عنده لا أقرباء لا عشيرة، كل أحد ما عنده. تفهم هذا الشيء ينفعك في اليوم. قد يكون نحن فوق المنابر وتحت المنابر نقول إن المختار أخذ بالسار جزاه الله خيرا وذهب إلى الجنة وكذا، وقد يكون بعض يناقشون في هذا الشيء وأنه يسقط في النار والإمام الحسين ينجيه مثلا، فالكلام لا أساس له من الصحة أبدا. قد يكون لا، كيف هذا سيطر؟ في الحقيقة هاي أعجوبة، أنك في بلد الدولة بكاملها والشعب بكامله ضدك تقيم حكومة، وحكومتك دامت وما كانت حكومة على المراوغة، قامت لأن الحكومة قامت على القتل، قتل كثير منهم من الأمويين الذين هم في الكوفة. أمويين ما أقصد يعني أولاد أمية، المنتسبين إلى الأمية بالفكر. هذا الشيء هل يعرف هذا الشيء؟ لا يعرف. ثم بعد مختار يسألهم أي حكومة قامت للشيعة، حكومة ثانية قامت للشيعة في أيام الإمام الصادق إلى دارسة، هؤلاء الذين فروا من فخ والذين قتلوا وبعض منهم فروا وأقاموا حكومة شيعية في المغرب. كيف إنسان فار لا يعرف حتى اللغة،
لأنه وقت اللي أقام حكومة أقامت حكومته على البربر، والبربر ما كانوا عربا، ما كانوا يعرفون اللغة أبدا هؤلاء، وإنما هؤلاء بفضل الإسلام صاروا نصف عرب. الآن لغتهم لغة المغرب أنت لا تفهمه كاملة، لأن اللغة مخلوطة بين عربية وبربرية. كيف هذا الرجل الفار وحده أقام دولة هناك؟ إدريس من أحفاد الإمام الحسن الذين قاموا في فخ، قتلوا أغلبهم وواحد منهم شرد هناك وأقام هناك دولة، أقام هناك الدولة وحضارة، وأدخل في دين الله أفواجا أفواجا. لا يعرف، فإذا لا يعرف التاريخ هل يتمكن من التطبيق؟ الدولة الثالثة التي قامت للشيعة دولة طباطبا، هذه قامت في الكوفة في زمان الإمام العسكري تقريبا في سنة 200 من الهجرة تقريبا. فالدولة واسعة، بني طباطبا هؤلاء أقاموها في الكوفة وقيادتها ومركزها في الكوفة، وحكومة شيعية وطقوس شيعية، عشان عليها ولي الله، لأن الطقوس الشيعية كانت معروفة من أول يوم، حي على خير العمل، عشان عليها ولي الله إسبال هذه الأشياء المعروفة للشيعة. هؤلاء قاموا حكومة. هل هناك كتب عندنا مفصلة حول هذا الموضوع ومنتشرة حتى يعرفها القادة؟ دعنا عن الناس الآخرين. والحكومة الرابعة الشيعية التي قامت بعد هذه الحكومة حكومة الداعي الكبير من أحفاد الإمام الحسن والحسين، لأن أحفاد الإمام الحسن والحسين اشتركا في الثورات ونجحوا نجاح منقطع النظير في الحقيقة. الذين يقرؤون عن المنابر مظلومية الأئمة وقصة الزيد وقصة عيسى كلها صحيح، لكن في نفس الوقت يجب أن نقرأ انتصارات هؤلاء. أنت مثل ماذا؟ مثل أن تقرأ مثلا انكسارات الجيش العراقي ضد الملكيين الذين ذبحهم الملك، ولم تقرأ الثورات التي قامت على الملكية وحطمت الملكية. هذا نصف الموضوع لا شك فيه، قسم من الأئمة الطاهرين وقسم من الدعاة وقسم من الثوار، هؤلاء غلبوا، هذا لا شك فيه، غلبوا يعني غلابة جسمية أقصد مو معنوية وروحية. وقتل زيد وقتل عيسى وقتل يحيى وقتل إبراهيم، لكن هو الحرب أنت إذا ربحت الحرب يعني فرد 100,000 من جنودك مقتولين لا شك فيها، وأنت ربحت. لك قتل منه وخسر، يعني الأمويين قتل منهم وخسروا المعارك، العلويين قتل منهم وربحوا المعارك، لأن صاروا حكومات، بينما حكومة الأمويين سقطت راحت، وحكومة العباسيين سقطت وراحت، وحكومات الشيعة قامت، يعني ربحوا هؤلاء مو خسروا. مثل حرب أحد، في حرب أحد قسم من أصحاب رسول الله قتلوا، أما النبي رمح الحرب بدليل على أن المشركين انهزموا وفروا. قسم من الناس يقولون الرسول كان منتصرا في جميع الحروب إلا في حرب أحد، هؤلاء لا يفهمون النبي انتصر في حرب أحد انتصارا مع قتل، كل انتصار هكذا. والدليل على أن النبي انتصر أن المشركين انهزموا وذهبوا والمسلمون بقوا في مكانهم، هذا أكبر دليل على الانتصار ويحتاج إلى مطالعة حرب أحد. فهذا مشهور، لأن أنا هم قاري في الكتب هم سامع عن المنابر أن النبي ما هزم في حرب إلا في حرب أحد. ما هزم النبي، الحرب كر وفر، والنبي ربح والمشركون الهازمون، والنبي بقي في مكانه، منتهى الأمر. كم واحد قتل من النبي؟ شيء طبيعي، حرب يقتل منه، والنبي كسرت جبهته في طبيب، أي إنسان يدخل الحرب يكسر فرد مكان منه. فمظلومية الأئمة الطاهرين ومقتولية الزيد ويحيى وما أشبه والإمام الحسين، هذا كله كان في طريق انتصار. فالنصف الموضوع مظلومية هؤلاء صح لا شك فيه، والنصف الموضوع انتصار هؤلاء. 400 مليون شيعة في العالم، هل حدث بسبب مسجدي أنا أو خطابة فلان فوق المنبر؟ أبدا. حكومات شيعية، علماء، شخصيات، مؤلفين، خدمات، وصل الشيعة الأربعة في زمان رسول الله كما هو مشهور، ولو هذا المشهور أنا عندي غلط، هذا وصلوا إلى 400 مليون.
هذا الكويت نفسها قبل 150 سنة يسألوا من الكويتيين أول مسجد بني فيها للشيعة مسجد المزيدي، هذا الشيخ محمد المزيدي أحد العلماء بنى هذا المسجد، مسجد صغير. الآن بعد 150 سنة 300 حسينية أكو في هذا البلد. بماذا صارت 300 حسينية غير تقريبا 25-30 مسجد اللي أكو عندهم غير المؤسسات الأخرى اللي عندهم؟ يعني كله انتصارات، لكن الانتصار طبيعي فيه انكسار أيضا. يعني ماكو حرب الإنسان يفتح فيها بلا أن يراق منه قطرة دم، ماكو هذا الحرب طبيعي. فالحكومة الشيعية الرابعة التي أقيمت حكومة الديالمة في الديلم في إيران، أول من جعل من الإيران الشيعة هم أولاد الحسن والحسين عليهما الصلاة والسلام. فهذول بمازندران وهالأماكن كانوا كفرة، ولذلك إمام السجاد يقول كأننا من الترك أو الديلم، ديلم مازندران يعني، هذول كانوا كفرة إلى زمان الإمام السجاد. هذول بعد مدة أولاد الإمام الحسن وأولاد الإمام الحسين في الحكومة الرابعة الشيعية، إذا استثنينا حكومة الإمام أمير المؤمنين، هذول صنعوا هناك مسلمين وشيعة وأقاموا على أنقاضهم حكومات كبيرة طويلة نحتاج إلى كتاب في التاريخ. والحكومة الخامسة التي أقامت للشيعة حكومة الشرفاء في مكة في سنة 350 هجرية، والذي آخرهم كان فيصل العراق وحسين الأردن، هذول من نفس النسب، ولو قسم يتشككون في النسب لكن التشكك حقيقة كذب، يجب على الإنسان أن يفرق بين الحق والباطل. هؤلاء ما يطبقون الإسلام صحيح لا شك فيه، لكن التشكيك في نسبهم كذب. فهؤلاء أقاموا حكومة شيعية في الحجاز بقيادة أولاد الإمام الحسن وأولاد الإمام الحسين، والذين كانوا يسمون بالشرفاء، في السنة 350 هجرية، والتي كانت حكومة العباسيين بعد قائمة، لأن الحكومة العباسية تقريبا 600 سنة قائمة. إذن كلهم أخذوا من جسم العباسيين، وحتى جعلوا العباسيين خرقة، خرقة جعلوا العباسيين بويهيين في العراق في سنة تقريبا 300 هجرية ما أشبه، أيضا أقاموا حكومة سادسة الشيعية. عباسيين كانوا خرقة بأيديهم، خرقة هذا هو، يعني لهم الاسم ولهم الختم، لكن الأمراء والحكماء في البلاد هم الشيعة، هذا هو في زمان المفيد والمرتضى والرضي، وهؤلاء الذين أوصلوا تاريخهم إلى يومنا وسيوصلون تاريخهم إلى المستقبل. الشاهد هذا الكلام نعرف كان الكلام في أنه أفضل طريق نضحي أنفسنا في سبيله شنو؟ قلنا أنه تطبيق حكم الله في الأرض. تطبيق حكم الله في الأرض شنو يحتاج؟ قلنا إلى شيئين، الأول التواضع والصبر، التواضع للحق والاصطبار له ولو 100 سنة ولو 200 سنة. الشيء الثاني معرفة تاريخ الماضين. الإمام أمير المؤمنين يقول للحسن ويريد أن ينبهنا، يقول فسر في ديارهم منظر إلى آثارهم، لأن التاريخ يساعدك على ما تريد. تاريخ التجار إذا قرأته تعرف كيف تتاجر، تاريخ العلماء إذا قرأته تعرف كيف تصل إلى العلم، تاريخ المؤلفين، تاريخ الأطباء، تاريخ الشعراء، تاريخ الحكومات، تاريخ الثورات، تاريخ الحق والباطل، تاريخ العدل والظلم، إذا قرأه الإنسان يعرف، لأن الإنسان لا يولد من أمه عالما كالأنبياء والأئمة. الشيء الأول التواضع للحق والصبر، والشيء الثاني معرفة التاريخ السابق ومعرفة التاريخ المعاصر. المشكلة الآن كل الجرائد والمجلات والكتب والإذاعات والصحف كلها تتكلم حول التاريخ المعاصر. الآن كارتر شلون وصل للحكم؟ برجنيف شلون وصل للحكم؟ عبد الناصر شلون وصل للحكم؟ قاسم شلون وصل للحكم؟ فلان شلون تحطم؟ فلان شلون كذا؟ هذا يسمى تاريخ المعاصر. لكن لا يكفي معرفتك أن الناصر وصل للحكم وأراد الأخذ من إسرائيل ولم يتمكن وصادق روسيا وروسيا خانوه، ما يفيد هذا الكلام. لازم تعرف مفصل تحليل الظروف المحيطة، لماذا، كيف، من ومن، يعني من حارب، من صادق، قاسم كيف تمكن،
وكيف قسم من الناس يظنون أن عبد الكريم قاسم مثلا هو فرد يقول هو كتيبة غلبوا على الأخام اشتباه. الرجال الدين في العراق نسفوا حكومة الملكيين. أنا أذكر هذا الشيء لعل سيدة يذكره. نوري سعيد في آخر أيامه صار مخبل. هؤلاء طبيعتهم إذا صار أواخر أيام حياتهم يصيرون مجانين. ألغى قانون الوقف الذري، إلغاء قانون الوقف الذري ملازم. حسب اليوم أبين لكم لأن أنا أريد أجمع القصة. ألغى قانون الوقف الذري، علماء الدين قاموا ضده. قانون إسلامي يلغى؟ ما يصير هذا الشيء. فأنا أذكر في أيام إلغاء نوري سعيد لقانون الوقف الذري كان كل العلماء والخطباء يسبون نوري سعيد. أذكر هذا الشيء أنا فوق المنابر تحت المنابر. قانون في النجف في كربلاء في البصرة هم كان نوع من الديمقراطية ذاك اليوم نوعا مواقع. فقاموا ضده نسفوه نسف عجيب زين. بعد ذلك نوري سعيد أراد أن يقابلهم بالشدة. أراد أن يقابلهم بالشدة شنو؟ أنا أذكر هذا الشيء في الحقيقة ذاك اليوم اللي سمعت هذا الشيء في الإذاعة حقيقة ارتجفت أنا. ذاك اليوم هاي القصة من قبل 28 سنة 27 سنة كنت أتمشى على النهر في كربلاء وإذا راديو كان هناك. راديو ما كان في كربلاء ذاك اليوم إلا كلش قليل على النهر كان وبعض الأماكن البعيدة. فرد مقهى صغير كان هناك وفرد راديو كان يقرأ يقرأ وإذا أسمع فرد تمثيلية في الراديو. هذا كان رد فعل نوري سعيد للعلماء. تمثيلية شنو؟ تمثيلية أن فرد رجل دين وفي العراق يسمونه رجل الدين مؤمن. مؤمن فرد رجل دين اغتصب فتاة وذهب بها إلى سبستان ثم قتلها. رجل دين مؤمن. وبعدين فرد قصيدة في الإذاعة على صلاة العراقية قصيدة صغيرة في الإذاعة. حقيقة أنا وقت اللي سمعت هذا ارتجفت وأحسست بالشر لأن إذاعة تحدي عن لسان نوري سعيد أقل تقدير ذاك اليوم في العراق 30,000 أخوندي موجود قطع النظر عن الأشخاص المربوطين بالأخوندي اللي هم 8 ملايين والعشائر بيدهم السلاح. واي تأذيت أنا غير أنه تأذيت لأن هاي إهانة لكل فرد معمم وبالإضافة إلى كونه أهانة لكل فرد معمم هذا خطر هالشيء. لكن هذا الرجل وأخير عمره وصل جعل هذا الشيء في الإذاعة عوض ما يصلح. غلطت غلطة وألغيت القانون الوقف الذري لا تتبعه بغلط. خلي هذا الغلط موجود رضي شوية ولو هو الغلط لأن أنت إذا أخذت من الإسلام الإسلام في وقف ذري إذا أخذت من إنجلترا هم في وقف ذري. حمق يأخذ هؤلاء في أواخر أيام حياته. لما طلع هذه البستة أنا أذكر كل مجالس العراق كان ضد الحكم الملك. هذول الدكتاتوريين هذول المجرمين هذا نوري سعيد عمل الاستعمار وقعد الحبانية الإنجليزية كلها ورجال دين. أكو فرد مثل فارسي كلش جميل يقول از دور مي برد دل ونزديك زهلرة. الناس في الاجتماع يرونهم ضعاف ما عندهم أحد وفقراء لكن هذول بصفة ارتباطهم بكل فئات المجتمع كلش أقوياء ولا يمكن قلع جذورهم. فاليوم إن شاء الله أتكلم لكم حول أن قوة رجال الدين الطبيعية وهذه القوة مو منهم في الحقيقة. هذه القوة منهاج للأئمة جعلوا لهم فرد قوة طبيعية في المجتمع بالمنهاج العدل. أكو فرد منهاج هذا منهاج الأئمة حقيقة وهو منهاج الله. أخيرا رجل الدين تراه مربوط بكل الطبقات بالكاسب والتاجر والمرأة والرجل ويسوي استخارة ويطي الدعاء ويقرب ماي دعاء على الماي ويبين مسائله ويأخذ خمس ويروح للحج متغلغل في الاجتماع. رجل الدين فالتغلغل هائل في الحقيقة. نسفوه. لما نسفوه عبد الكريم بكتيبته اجي أخذ نتيجة الانتصار مو أنه انتصر. يعني لما أن كل المجتمع كانوا ضد الحكم ولذا لما جاء عبد الكريم قاسم إلى الحكم جميع الناس أيدوه. أيدوه على ماذا؟
أيدوه على فرد حكومة محبوبة وفرد رئيس وزراء محبوب. بل نعم يجب أن نقول فيصل الثاني وحده حيث كان شباب وما إليت في كل هذه الأمور فيصل وحده كان محبوب. أما الذين بيدهم الحكم سواء العائلة المالكة والوصي عبد الإله أو نوري سعيد وجهازه كلهم كانوا منفورين من كل الشعب، وإنما كان بيدهم المسدس. عبد الكريم قاسم تمكن أن يسقط المسدس من أيديهم، كل الناس صفق لا أكثر ولا أقل. فإذا عرفت هذا الشيء وشيء مفصل، أنا قلت فرد قصة نقلت لكم، إذا عرفت هذا الشيء تعرف أن عبد الكريم قاسم هو مو أنه انتصر على الملكيين، العلماء السابقون انتصروا على الملكيين ودام الانتصار فرد 4-5 سنوات حتى نسفوا الحكومة نسفا كاملا، يعني أخذت تحت البناء كله، جاء فرد طفل وأوقع البناء، مو أن هذا الطفل أوقع كونكريت مسلح، أوقع هذا الطفل كأنهم خشب مسندة، هذا الشيء الذي أوقعه، هذا هو لا أقدر ولا أقل من هذا. فنحن إذا أردنا يجب أن نطبق الآية. الآية تتوقف على شيئين، الشيء الأول التضحية والصبر، تغفير بمعناها. الشيء الثاني المعرفة الواسعة بالتاريخ السابق وبالتاريخ المعاصر. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.